من يشك في أن فبراير مؤامرة إمبريالية ماسونية صليبية ضد ليبيا فليبرر لنا كيف تدخلت أمريكا وفرنسا وبريطانيا لإسقاط القذافي. ثم إن ليبيا بعد أن كانت تنعم بالأمان تحت ولي الأمر القوي والزعيم الأممي هي الآن تقع تحت صراع أممي وإقليمي. حتى تشاد يا رجل طمعت فينا، معلش يا حفترة. السلام عليكم ورحمة الله، حلقة مخترقة جديدة من الغربال على منصات قناة الطنسة. أنا عبد الرحمن الجن، مرحبا بكم. نحن كلنا نعلم يقينا أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل حلف الناتو بما فيها تركيا كانوا يخافون من قوة القذافي العسكرية المدمرة، ويخشون من الاقتصاد الليبي الصاعد، ويرعبهم الدينار الذهبي القادم، ولا يكادون ينامون الليل عند التفكير بالبرنامج النووي الليبي المتطور، وتمتلئ قلوبهم غيظا وحقدا وحسدا على المستوى الراقي الذي وصل له المواطن الليبي من الرفاهية والسعادة في الفردوس الأرضي المأمول. ولكل هذه الأسباب كانوا يفكرون جديا في إسقاط القذافي الذي كان السبب الرئيسي لكل هذا المجد الذي كنا نعيشه على أرض الواقع وكلكم عايشه. معمر القذافي هذا مجد لا تفرط فيه ليبيا، ولا يفرط فيه الشعب الليبي، ولا الأمة العربية، ولا الأمة الإسلامية، ولا أفريقيا، ولا أمريكا اللاتينية، ولا كل الشعوب. ولكن ما كان يمنعهم هو الخوف والرعب من قوة القذافي ومن الدعم الكبير الذي كان يحظى به من شعبه ومن كل زعماء أفريقيا وأمريكا اللاتينية الذين كانوا يرون فيه الزعيم والملهم. أوروبا من جهتها كانت محرومة من الاستثمار في النفط والغاز الليبي، ففرنسا لم يسمح لشركاتها بالتنقيب، وإيطاليا لم تمكن من الشراكة في الغاز الليبي عن طريق شركة إيني العملاقة. وكما تعلمون جميعا أن القذافي كان يوطن الصناعة النفطية داخل ليبيا، وهذا يزعج الدول الصناعية الكبرى، فكان لا يبيع النفط الخام أبدا ولا يشارك الشركات الأجنبية في استخراجه، بل يستخرجه بشركات وطنية خالصة ويصنعه داخل ليبيا، ويحرك به المصانع المختلفة التي تنتج محليا الطائرات والسيارات والقطارات. ألم تروا بأعينكم سيارة الداو الليبو والأخرى التي سماها الصاروخ الليبي؟ من منكم لم يركبها ويركنها في جراجه الفسيح؟ ولم يكتفي القذافي بهذا، بل سعى لإعادة مجد الأمة الإسلامية وهدد بهذا تفرد أمريكا بسياسة القطب الواحد. ألم تسمعوا كيف كان يثني على الدولة الفاطمية؟ وأيضا عندما صلى إماما بالمسلمين في أفريقيا، هذا جعل أوباما يتحسس رأسه، بينما خشيت إسبانيا أن تفقد الأندلس من جديد. كل هذا جعل دول العالم المتقدم تقرر أنه لا يجب أن تستمر السلطة بيد الشعب في ليبيا ثانية واحدة، ويجب إيقاف المؤتمرات الشعبية فورا. فكان أن جلست في يوم من الأيام أمريكا وبريطانيا وفرنسا في مربوعة أردوغان وقرروا أن يسقطوا هذا الزعيم الذي كاد أن يحكم العالم لو تركوه شهرا واحدا بعد 42 عاما التي حكمها. وكان الأمير تميم يومها يدعم هذه الجلسة بالمكسرات والسناكس. أوباما حينها كان غاضبا وصرخ: لا يمكن أن نترك القذافي على رأس الحكم، لابد أن نتآمر عليه. هل سمعتم كيف استمر في قول طز في أمريكا لأربعين سنة؟ من يتحمل كل هذه القسوة؟ لقد جرح مشاعر أمريكا بعمق، ونخشى أن تنهار معنويات الجيش الأمريكي وينهار اقتصاد الولايات المتحدة. لأكون معكم صادقا، أنا شخصيا لم أكن حاضرا هذه الجلسة، ولكن بعد أن أكثر المحللون العميقون الطحالب منهم والكراميستا من النادمين والنادمات لإقناعنا بنظرية المؤامرة، حاولت أن أقتنع بها وأفكر في أسباب التآمر وطريقة تنسيقه. لنرجع للواقع قليلا، كثير منكم رأى عيانا ما حدث في 2011، لنحاول التفكير في الأمر بطريقة أكثر عقلانية. أمريكا التي مكنت القذافي من اعتلاء سدة الحكم في انقلابه الأبيض سنة 69، وقد كانت حينها الرابحة الأكبر من الحرب العالمية الثانية التي دمرت أوروبا وسمحت لها بالتفرد، المنطق يقول إنها لم تكن منزعجة من وجود القذافي 42 عاما على سدة الحكم، وشعارات القذافي النارية لم يكن لها تأثير واضح على الاقتصاد الأمريكي، بل إن سحب قواتها فيما سماه القذافي عيد الجلاء سنة 1970 لا يمكن أن يفسر إلا بطريقتين: إما أن يكون القذافي في عام واحد أرعب أمريكا وطردها من ليبيا، أو أن تكون أمريكا قد اقتنعت بأنه لا داعي بعد اليوم لوجودها بعد وصول القذافي للحكم. تركت ليبيا وشأنها طوال سيطرة الظاهرة الصوتية المسمى القذافي على ليبيا لمدة 42 عاما، ثم بعد أن اهتز عرش القذافي في 2011 شعرت الدول العظمى أن ليبيا ربما ستخرج عن سيطرتها،
وتقع في يد الشعب الليبي من جديد، فقررت العودة للإمساك بزمام الأمور. ومن حينها وهم يتلاعبون بنا عبر ما يسمونه البعثة الأممية ويفرشون الأرض أمام قذافي جديد، قرر أنه سيستعين حتى بالشيطان لو مد يده لمساعدته في السيطرة على ليبيا. ما لديه تفسير آخر يقنعنا بالسبب الحقيقي لتدخل النيتو فليكتبه لنا في التعليقات، ولا تنسوا أيضا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم. إلى اللقاء.